منظومة التأمين الصحي ليس من شأنها تقديم الخدمات الطبية للمواطنين قط، ولكن بمواصفات تلقى استحسان المصابين. قد تكون تلك هي الخطوط العريضة لتعريف خدمة التأمين الصحي والتي تخدم أكثر من 5 ملايين مواطنا بمحافظة الجيزة. احنا فرع الجيزة فرع فيه أكبر كم من العيادات الشاملة والوحدات الصحية. العيادات الشاملة بتقوم بخدمة المنتفعين جميع قوانين التأمين الصحي، وبتخدم بعد الظهر المنتفعين اللي هم طلبة المدارس اللي هم قانون 99. عندنا فرع الجيزة حوالي، يعني أنا بتكلم لأن أنا مديرة المنطقة الطبية الثانية اللي بما فيهم عيادة الهرم، عندي 5 عيادات وعندي 4 وحدات مدرسية وعندي مركز كلى. احنا نفسنا كهيئة عامة التأمين الصحي ان احنا نبقى عيادات تقدر تعمل كل ما يتخيله المنتفع. يعني المنتفع يخش التأمين الصحي من أول ما يخش الباب العيادة يحس ان هو كأنه قاعد في مستشفى 5 ستارز أو عيادة 5 ستارز. هي المشكلة في ضيق المكان. يعني عندنا زي عيادة الهرم عندنا كل الاستشاريين تقريبا في جميع التخصصات، عندنا جميع الأجهزة، عندنا جميع الفحوصات، لكن المشكلة إن المكان ما بيساعدناش. احنا هنا حضرتك في وحدة كلى الهرم، مركز كلى الهرم، في مركزين آخرين، مركز كلى السيسي ومركز كلى البطران. احنا حضرتك عندنا في كل مركز، في مركز كلى الهرم 40 مكنة، في مركز كلى السيسي 26 مكنة، في مركز كلى البطران 26 مكنة. عندنا هنا حضرتك بنخدم من 170 ل 200 مريض. أنا عندي دلوقتي 180 مريض. شغالين 3 شيفتات يوميا 6 أيام في الأسبوع. هما كويسين جدا بصراحة، يعني هما عملتهم حلوة أوي. وربنا يشفي كل مريض يا رب، بس مش اكتر. معامل المستشفى ناس كويسين، ناس محترمين. يعني لسه كنت مع الدكتور عبد الرزاق اليوم، يا راجل محترم. قلت له الموضوع بتاعي 1 2 3، طلع مندوب من عنده فوق معايا، قال لهم ده ما استناش تاني، شوفوا الوضع بتاعه. فكتبوا لي على تحاليل، راح قلت لهم اعملها بره، مش عاوز في البلد اقعد. قلت اطلع اعمل التحاليل بره، فانا بدي اعمل لهم التحليل وجب. المعامله كويسه، بس يعني من ضغط الناس وكتر المرضى. احنا انا واحد من الناس ببقى قاعد بره، وضغط كبير على الدكتور. يعني مثلا الدكتور ايه، يخش حاله ولا ده بياخد بال 50 حاله او 60 حاله. فاحنا يعني مثلا كمرضى مع بعضينا، ده عايز يخش ده قبل ده، وده عايز يخش قبل ده، وده عايز يخش قبل ده. فما فيش احنا ما بنعملش نظام مع نفسنا. احنا بننظمين نفسنا، مش هيبقى في اي مشاكل. وبعدين بصراحه لو في اي مشكله مع اي مريض، مع اي حد بيروح يخش المدير، انا ما اعرفش اسمه والله، بس المدير بيجي بنفسه بيروح يشوف ايه الحكايه، وبيسال وبيتكلم مع كان الدكتور او كان مثلا اللي هي اللي بتكتب مع الدكتور او اي او في الصيدليه، وكانت مشكله بسيطه بيقدر بيحلها. بس بصراحه معاملتهم والدكاتره ممتازين جدا جدا، يعني الله يبارك لهم. والممرضات اللي هم بيعملوا كيماوي بصراحه ما شفتش اخلاق زي كده ولا انسانيه زي البنات دي. هي كويسه. انا جيت هنا كذا مره، عملت لبنتي خدمات طبيه كتير، كانت هتعمل عمليه قلب مفتوح، خلصوا لنا الورق كل حاجه. وجيت كذا مره ما اخروش عني، كنت باجي في اي وقت بيخلصوا لي الورق صراحه. وجيت برضو عملت لها الورق المعاش هنا، عملوه مشروع الاجراءات كلها كامله من غير اي حاجه، ولقيت دكاتره كويسه ونظيفه، وبقيت اخش اي عياده يستقبلوني من غير اي حاجه. تحوي الهيئه العامه للتامين الصحي بالجيزه اقسام عده لخدمه المواطنين المصابين باسعار زهيده وخدمات متميزه على حسب تعليقهم على الخدمات الطبيه المقدمه لهم. كريم عبد الكريم، صباح دريم.